زار مسؤولون أتراك مجلس عزاء الطفلة السورية غنى مرجمك في ولاية كيليس التركية، وذلك بعد مقتل الطفلة قبل أيام في منزل قريب من منزلها. رئيس بلدية كيليس ثروة رمضان ومدير الأمن في الولاية ومدير الهجرة زاروا مجلس العزاء والتقوا بوالد الطفلة وتعهدوا بمتابعة القضية وعبروا عن تضامنهم مع العائلة. إليكم هذه التعليقات حول الزيارة وحول مجمل ما حصل خلال الفترة الماضية التي رصدناها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي. لدينا هذا التعليق من أبو الحسن بلكش، يقول فيه: إن شاء الله تكون الزيارة مثمرة وتحقق مطالب ذوي المفقودة. يعلق الناس الآمال إذن على هذه الزيارات ويتأملون خيرا. أما جمال أبو حمود فيقول: بدنا فعل ما بدنا حكي. وأيما سي تقول في تعليق آخر: إذا قدر يهرب من عدالة الدنيا فوالله ما رح يقدر يهرب من الآخرة، هي راحت، تقصد الضحية، عند أرحم الراحمين، هناك لا خوف عليها ولا يحزنون. أما حسين الليث فيقول في تعليق أيضا: الله يرحم البنت ويثبت الأهل وما يتنازلوا عن حقهم. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي السيد عمر قرقوش، خال الطفلة غناء مرجمك، ينضم إلينا من كيليس. أهلا بك معنا سيد عمر. إلى أين وصل التحقيق في قضية الطفلة غناء مرجمك؟ ما آخر التحديثات والمعلومات التي وصلتكم؟ نحن لم نزود بأي معلومات الصوت غير واضح تماما سيد عمر. تقول أنه لم تزودوا بمعلومات حول المستجدات. نعم، حول التحقيق لم يعطوكم معلومات بعد. يعني مدير هجرة لا تصل أي حول ملابسات قضية كيف حدث إلى الآن لم نزود. طبعا الآن هناك مجموعة من المحامين من عدة هيئات من عدة جمعيات عرضت على الأسرة، أسرة الطفلة، لتبني القضية. طبعا نحن لن نتنازل بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه القضية قضية طفولة، يعني الآن طفلة بريئة خرجت من المدرسة ليس لها بأي ذنب، والأسرة بسيطة جدا، يعني هي تعيش في هذه المحلة أو الحارة بدون أي مشاكل، والعائلة بسيطة جدا ليس عندهم أي مشاكل أو أعداء مع أحد. طيب الآن سوف يتم توكيل عدة محامين من عدة هيئات، ووعدونا هؤلاء المحامين يعني أن نزود يعني بأسرع وقت ممكن حول ملابسات القضية وماذا آلت إليه التحقيقات أو تقارير الطب الشرعي التي يعني أجريت للجثة بعد إخراجها من البئر. طيب، زيارات المسؤولين الأتراك إلى مجلس العزاء، ما الجديد الذي قدموه فيها سواء للعائلة أو للقضية، لقضية الطفلة؟ نحن حتى نتكلم مع شفافية، يعني الآن معظم يعني كثير من العوائل التركية وحتى الشارع التركي هناك تضامن كبير، يعني لأن هذه القضية ليست قضية طفل سوري أو طفل تركي أو قضية سوري أو تركي، وإنما هي قضية أطفال، يعني أمن المجتمع، يعني الأطفال الآن سواء كان طفل سوري أو طفل تركي، بالنهاية هؤلاء الأطفال كلهم يخرجون إلى المدرسة، فالآن هناك يعني حتى يعني هيجان في بعض الأحيان من بعض العوائل التركية يعني والعوائل السورية، يعني أن هذا الأمر طفلة بريئة، يعني فالقضية هنا تختلف. المسؤولين الأتراك كلهم جاءوا يعني مواساة وقدموا وعود وطمأنة، يعني أنه هذا الشخص سينال جزاءه وأشد العقوبات بحقه. صدرت هذه العبارات من بعض المسؤولين الذين قاموا بزيارة بيت العزاء. نعم، كيف هو وضع العائلة الآن؟ أنت خال الضحية رحمها الله، كيف وضع أمها وأبيها الآن والعائلة؟
يعني وضع العائلة طبعاً الآن هم الآن يعني الآن الصدمة، الآن هم يعيشون حالة الصدمة الأولى الآن، كثرة المعزين، وقوف الناس العدد الكبير الذي يقف بجانبهم، يعني الآن يخفف يعني من وطأة الألم أو الشدة، وخصوصاً أنه هاي الطفلة هي آخر الأطفال يعني وأصغرهم يعني، وهي أصغر أفراد العائلة وتعتبر يعني الطفل المدلل عند الأخوة الكبار والأخوات وعند الأب والأم والأعمام يعني. فالآن الشعور بالوضع العائلي الآن لم يتكشف وضعهم النفسي يعني لبعد عدة أيام أو لبعد أسبوع حتى يكون الوضع، لكن الآن وضعهم يعني ألم كبير، يعني ألم كبير يعني فقد يعني بأي ذنب قتلت، يعني أي جريمة نحن اقترفناها يعني لو كان كبير شاب رجل، لكن طفلة ما هو ذنبها؟ يعني ما هو الذنب الذي اقترفته هي الطفلة؟ نعم. هل بأي ذنب؟ هل ناقشتم مع المسؤولين الأتراك وضع السوريين عموما في ولاية كيليس؟ الآن هناك مخاوف لدى عموم السوريين، الناس كلها بدأت تخاف على أبنائها في هذه الولاية التي كانت لا تشهد هذا النوع. يعني الآن نحن عندنا يعني نحن مصابنا انتهى ونحن مؤمنون بقضاء الله سبحانه وتعالى قدره، لكن عندما يعني جاء بعض المسؤولين الأتراك قالوا مطالبكم، قلنا نحن لن نتكلم بمطالب فردية وإنما هي المطالب بشكل مجتمع كبير يعني الآن. فناقشنا يعني بعض المشاكل، مثلا تثبيت القيود وتغيير العناوين الذي يعني الذي يعاني منها معظم السوريين، تغيير العنوان أو تثبيت العنوان أو ما شابه. يعني نحن تحدثنا نقطتين هامتين، النقطة الأولى هي موضوع العناوين والمشكلة التي يعاني منها معظم السوريين، والمشكلة الثانية هي مشكلة الأمن. يعني الآن هذه يعني الأطفال يعني في كيليس تقريبا هناك أكثر من 70 أو 80 ألف طالب في مختلف من السوريين أو الأتراك، أعداد كبيرة من الأطفال تذهب وتعود إلى المدارس، يعني الكل الآن يتقوق من إرسال أبنائه، وعندما يعني عدم إنزال العقوبة يسوي للآخرين ارتكاب، عندما لا يكون هناك قانون رادع لهذا الشخص سيسوي لغيره أن يرتكب بحق أطفال آخرين أو بحق معلمين أو بحق مواطنين آخرين سواء من الأتراك أو من السوريين. بما أنك تحدثت عن العقوبة، الناس عموما أو ذوي الضحية على وجه التحديد يطالبون بالإعدام للقاتل، ومعروف أن القانون التركي ليس فيه هذا النوع من الأحكام. المحامون والمسؤولون الأتراك هل تحدثوا عن يعني هم تحدثوا عن أشد العقوبات، هل هي المؤبد؟ يعني الآن أشد العقوبات، الآن نحن ليس عندنا اطلاع حول يعني القانون أو القوانين العقوبات أو يعني هم قالوا لكم مؤبد في تركيا يعني ربما، لكن الآن يعني معظم الشخصيات أو المسؤولين الأتراك الذين قاموا بزيارة بيت العزاء هم طمأنوا وقالوا يعني هذا الرجل، وإنما هم تكلموا بناحية العاطفية أنه يستحق أشد العقوبات ويجب ويوجب، لكن الآن على أرض الواقع الآن القانون هو الذي يحكم، القاضي هو الذي يحكم، ما هي القوانين التي سوف تحكمه؟ يعني هل هناك سيكون مؤبد؟ هل هو الآن هو بوحده يعني بمفرده؟ هل هناك شركاء معه؟ هل عندما مثلا قام باختطاف هذه الطفلة هل كان لوحده أم كان هناك معه شركاء؟ يعني إلى الآن نحن لم نحصل على حيثيات القضية بشكل كامل. يعني الآن أشد العقوبات طبعا، الآن يعني الآن أي شخص يعني في أي يعني الآن سواء من كافة المجتمعات يعني جريمة منظمة، اختطاف، إخفاء جثة، تنكيل، ربما هناك أمور أكثر من ذلك، ثم يعني شنق أو إعدام بالحبل، إلقاء الجثة في البئر يعني 24 ساعة، تفنن بأساليب القتل والإعدام، يعني طفلة 9 سنوات، ف يعني نعم أي عقوبة مفجع يعني يستحقها الآن يعني يعني لا يوجد عقوبة
يستحقها موجودة على الأرض يعني. يعني يجب هناك يكون أكبر العقوبات وليس هذه. طيب السيد عمر الوكيل. نعم نحن مستمرون في تغطية هذا الملف ومتابعة القضية حتى النهاية معكم. أشكرك السيد عمر قرقوش خال الطفلة غنى مرجمك رحمها الله، كنت معنا من كلس، شكرا لك، جزاكم الله كل خير، بارك الله بكم.